عنده دلالة كبيرة. السفارة المغربية نبني أساساً على هذه الزيارة. محمد الخامس زاد به أنه ضد الاستعمار. درجة أنه العلاقات قد وصلت إلى الباب المسدود بين القصر الملكي من جهة والإقامة العامة من جهة أخرى. من بعد ما زاد الصراع فرنسا سمحت للجنرال جوان بشهادة بأن الوضع مع محمد الخامس لم يعد الأمر ممكن للتفاهم فيما بين الإقامة ومحمد الخامس. الملك رفض يوقع على المعاهدات التي تقوم من فرنسا ابتداء من 51 لتأزم بين محمد الخامس رحمه الله ومارشال جوان. وهنا بدا صراع كبير بينه وبين جوان. قائلا له إما أن تتنازل عن مطالبكم للحصول على الحرية والاستقلال وإلا سأنفيكم حالا بأمر من الحكومة الفرنسية. دري دابا انا في اقدم مطار سري اللي تم اغتيال فيه الملك الحسن الثاني ومحمد الخامس. ما عرفتش ما عقلتش. المهم تم اغتيال فيه الملك. هو هذا هو اقدم مطار. دابا بوحدي الدراري انا بوحدي. شوف بعدا كيوليت جيت من هنا ما كنبغيش ندير لكم مقدمه باش ما نطولش الفيديو. المهم الدراري هذا هو المطار. غادي نوريكم بعدا كيفاش داير بالنهار كيفاش داير. حيت انا غندخل بالليل. بغيت ندخل بالليل. بغيت ندير واحد المذاق في شكل اش كانوا كاينين شي فيديوهات دخلوا لي بالنهار ولكن بغيت ندخل لي بالليل ونستكشف ونهبط لي لاكاب ديالو. نوريكم لاكاب ديالو. ديال الانرجي هذا هو لاكاب. غادي نهبط بالليل. اما دابا نهار ما يمكنش لي دابا ندخل لي بالنهار. علاش خاصني الليل. هاو الجهاز هذا الامنية ديالي. الزكا خاصني البيل. شنو غادير شنو كيفاش داير بالنهار. شوف ولكن الشاش ما خصهاش نرسلو. فهمتو انا الدراري خصني بحال هكا نخبو عليه. ووهو هادشي خليه حتى الليل حتى الليل حتى الليل. يا راه الدراري خلق لكم فيديو باش الفيديو ما يجيش طويل. كونوا عليه على بال. سمحوا لي الدراري قبل ما نكملوا الفيديو غندوز واحد الاشهار. غدا ان شاء الله لعب مانشستر سيتي وتشيلسي مع 9 ديال الليل. غتلقاو ليا في اول كومونتير. دخلوا شجعوا فريق اللي بغيتو. وانكس بيت هي شركه مراهنه اصبحت رائده عالميا في 10 سنوات. المنصه هي اسهل لهذه الصناعه لمده في الاستخدام لايداع خاصه لسحب الاموال. لا تفوتك فرصه للعب بشكل اكبر. المهم الدراري كتدخلوا ليا غتلقاو في اول كومونتير تبارك عليا وكتعملوا الاستماره ديالكم كتساليو كديروا جويزر حتى يدي الجميع ان شاء الله. يلاه نشوف هنايا ولكن غادي نطلع بالليل دابا نهار ولكن خصني نطلع دابا نشد واحد اللقطه زوينه من الفوق. بسم الله بسم الله وين يعني يشتجع الغورة بشكل مباشر شد الفيديو كامل. من خلالتنا وما ينهرش الشرع ديالك جميل زيفة هنا ماذا بدري ايه عشان الدراري مجد الشرط. علاش ما لقيتوش في الدار. الله ما لقيتو لقيتو تنشر في الصالون. مطار في المغرب سري لحد الان باقي ما اكتشفش 100%. شوف اقدم مطار ممكن الناس كامله كتبان ده ولكن غادي نخلي بالليل. الليل غادي يكون شي حاجه انرجي. راه كنتبدل الدراري حتى كنطلع الكاميرا صافي كنرتاح والله حتى كنرتاح بالله. هادو هما المغامرات اللي غادي اللي خصني نبقى ندير صراحه. الدراري اللي بغيتو نبقى ندير لكم مغامرات ديال داكشي ديال الجنون كدا مصطفى بن صميم شي 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 بير شي حاجه الخيال العلمي والله تنديرها ليكم. ولكن هاد الفيديو ده توصلوا لي 40 لايك 40000 لايك باش نعرف بان الناس باغي ولا حاجه اخرى. دير لي في الكومونتير قول لي باش بزاف باش نعرف بان بغيتوا المحتوى ديال الرعب ديال الجنون شي حاجه
الخيال ديالي، والأمنية ديالي أنني نتلاقى مع شي جن، بغيت نشوفه مباشرة. واخا الله سبحانه وتعالى قال لك ميمكنش الإنسان يشوف الجن، ولكن بغيت نشوفه على شكل دخان ولا شي حاجة، ولا تشكلي على حيوان ولا شي لعيبة، المهم شي حاجة. المهم هضر معايا هضر معاها فهمتي، يلاه الدراري خليتها نتلاقاو مور المغرب. الدراري أول حاجة غادي نبدا بها هي الصغار. شوف بعداك شنو كاين هنا، هنا ما كاين والو. هنا دابا تخيل معايا غادي نهبط الدراري هنا في هاد الكبات، واش كنبان لكم ما كنبانش لكم هنا؟ الهستيريا الهستيريا، دابا القطرات اللي كيطيحوا كينووني. يا ربي يا ربي طلع معايا شي جن يا ربي. هنا شنو غادي يكون؟ هنا كاين والو، كاين الله سبحانه وتعالى. شوف هنايا، هنا شحال كانت شي حاجة هنايا، سمعتو الدري ما سمعتوش؟ نشوف هنا، بسم الله بسم الله. شو الدنيا واحد الله هنا، شو 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 شنو هاد الله هنا، شنو هما؟ الله اعلم. بسم الله بسم الله. الدراري دابا دخلت الصالة الثانية هي. شوف 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 شوف، ولكن ما كيبان والو ما كاين والو، ولكن الدراري راه في أي لحظة أي لحظة تبان لي شي حاجة. ولكن دابا الكاميرا عليها 360 درجة 360 درجة كنضرب الكاميرا على وجهي ما كيبان لي والو، خصني نجي خصني نكون على بال. شوف 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 بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. لا غادي نطلع الفوق، غادي نطلع الفوق، غادي نطلع الرقبة الفوقانية فين كنا قبيلة، فين طرطحت الباب هي هادي هي هادي هي هادي. شوف 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 هنا ديك التقبيلة، هنا ديك التقبيلة. شوف 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 هنا وهنا وبالناس نسبوا عليك. شوف هنا يلا فين هما دوك الدراري كيقولوا كاين هنايا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، كاين هنايا جنود جنود كاين واد، علاش بالنسبة لك خرجتي هادشي؟ حنا كنديرو نكتاشفو نكتاشفو بالليل، كنتواجدو فيه بالليل. هنا هنا هنا، ولكن في أي لحظة الدراري ما كنشيخش هنايا، في أي لحظة تبان لي شي حاجة راه مشكلة. شنو كاين هنا؟ نطردو كيما هذاك لاخر، بلاش بلاش خلي صافي ما كاين والو. فين هما دابا الجنود؟ فين هما؟ يلاه شوف غادي نتحداهم. اش غندير؟ عندي واحد القضية، إلا كاين شي جن هنايا انا كنقول لك بسميتك، الا كاين شي واحد فيكم يدير لي شي حركه، يلا شي حركه يفتح الباب كذا، هذه مو شي لعبه. بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم. ما كنخافش دوخ الدراري، شفت الدراري شفت الدراري جديدة، كنحس بالدوخة والله إلا كنحس بالدوخة كنحس بالدوخة الدراري.
والله ما قدرت نزود، والله ما قدرت نزيد بالله، والله ما قدرت نزيد بالله، اقسم بربي لك نحس بالدوخه، بالدوخه الدلال. ما قدرتش الدراري نكمل. طفيت الكاميرا وخرج، خرج كنجري، خفت الكاميرا طيح لي تهرس، درتها في جيبي وانا خرج كنجري. صافي غادي نمشي في حالي، ما كاين نخلي وقيفه راه الدراري ما عندي كيفاش ندير. نقدر نبات شي بلاصه هنايا، غنمشي نجيب الشكاره ديالي خبيتها هنا في واحد البلاصه. صافي ونتسنى حتى غدا ان شاء الله عاد نمشي في حالي. خلي وقيفه راه ما كاين والو. شدتني الدوخه. الدراري تلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.